السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا رمضان مبارك، الله يدخله عليكم بالصحة والسلامة وبالنجاح وبالتوفيق في الامتحان الجهوي إن شاء الله بحول الله، والله يسر الجميع التلاميذ والطلبة أمورهم. في هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله غنخدم لابواط مغفاي. نوقف على واحد المسألة كنت قلتها في واحد الفيديو قبل ونعاود نوقف عليها دابا نيت إن شاء الله بحول الله. الفيديوهات ديالي اللي فاش تفرجوا فيهم إن شاء الله بحول الله راهم كافيين باش أنكم تدوزوا الريجيونال وتجيبوا أون تخي تخي بون نوت. سي جوست انه الانسان ملي كيفهم خصو يحفظ. جونغ الا سولتك دابا في لاباطا ميغفي من بعد الفيديو نقول لك فوقاش كانت انا لا ديسباريسيون دو زينب خاصك تقول شابيتر 3، فوقاش كانت لا فيزيت ديال سيدي عرافي تقول شابيتر 10، فوقاش كانت لا مور ديال سيدي محمد بطار كوافور تقول شابيتر 5، دونك نقول لك فوقاش ايزون فيزيتي لو بان مور تقول لي شابيتر 1، نقول لك فوقاش كانت انا لا فيزيت ديال سيدي علي بوغار تقول شابيتر 2. خاص توصل لهذا المستوى هذا ديال الحفظ وفريمون من بعد ومن بعد ان شاء الله تشد دوز وكون على يقين غيكون الخير ان شاء الله بحول الله. ف ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. بالنسبه للناس كما قلت لي ما عندهمش اكسي المعلومه ما يقدروش يديروا لي كورد سوتيان او شي حاجه بحال هكا. سي فو زافي دي كاستيون خليهم لي ان شاء الله في لي كومونتير نجاوبكم عليهم. لي لوسون دو لونغ غنديرهم حتى هما عما قريب. دابا رمضان صراحه تيكون شويه ديال الوقت ان شاء الله بحول الله، يعني كافي حتى لورغانيزاسيون ديال الوقت كتسمح اننا نديروا شي حوايج اكثر. فنسال الله عز وجل التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله. دونك بنفس السيستم اللي كنت خدمت به لو ديرني جور دان كوندامي بنفس لافيش ان شاء الله اللي نخدموا بها على بوطا مغفاي. فلو سومير هو كالتالي في لا بريزونطاسيون دو رومون غنوقفوا على لوتور لو جونغ سياك عن طريق لو تابلو هذا، ومن بعد ان شاء الله غندير اون اناليز ديال لي شابيتر هي اوسي ديال لي تيم بيسكو لي تيم شي حاجه اللي مهمه في لا بوطا مغفاي، وندير ان شاء الله دي ريزومي اناليتيك اللي نوقفوا فيهم على الاحداث ديال القصه. فكمقدمه فهاد القصه هادي لو ناراتور ا سويتي بارطاجي افيك لو بوبليك، حاول انه يبارطاجي مع لو بوبليك وان بوبليك بالضبط ان القراء الفرنسيين. Dans ce roman, ses souvenirs d'enfance à l'âge de 6 ans à Fès. Bien. Ces moments de solitude, les comiques, les problèmes, les disputes, les joies, les traditions, les rêves, en projetant le public sur l'exemple critiquable de la vie au sein d'une famille marocaine. ديال واحد العائله مغربيه، لان العائله المغربيه اللي قدم لنا احمد السفري في هذه القصه هذه ليست العائله المثاليه، وانما هي واحد العائله قابله للنقد، واحد العائله ديال الشعوه ديال الشعواده باردون، عائله ديال الشعواده، عائله ديال الخرافات، عائله ديال النميمه، عائله ديال الغيبه، عائله ديال المضاربه، عائله ديال الجهل. ولهذا خدينا انه الى بروجيتي بيبليك سو واحد ليكزومبل كريتيكابل، العائله اللي قدم لنا والمثال العائله اللي قدم لنا قابل للنقد. بيان. L'auteur c'est Ahmed Sfrioui, le narrateur c'est Sidi Mohamed. Car c'est Sarah Ahmed Nzida Hnaya. Auteur c'est Ahmed Sfrioui, le narrateur c'est Sidi Mohamed. L'auteur c'est le narrateur. Donc il faut que nous nous disions parce que nous avons beaucoup de confusion et beaucoup d'assises qui disent que l'auteur c'est le narrateur. Non, ce n'est pas le cas. L'auteur c'est Ahmed Sfrioui, le narrateur c'est Sidi Mohamed. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un roman autobiographique. Bien, le roman a le titre c'est La boîte à merveille. Bien sûr, je ne sais pas si je vais vous dire que je كتبات في 52 12 54 تزاد احمد السفري في 1915 ومات في 2004 رحمه الله عليه في هذا الشهر المبارك وعلى جميع اموات المسلمين. دونك انا لو 20 سيكل اونتيغون لا باتا ميرفي بجوجهم لو 20 سيكل ولو ديرني جور لو 19 سيكل. شنو هي لا ليتيراتور اللي عندنا؟ سي لا ليتيراتور ماروكان ولا ماغريبين اللي درت شي بجوج صحاح، لا ليتيراتور ماروكان ديكسبرسيون فرونسيز. بارفوا شي طلبوا لكم قلنا بعض القصص واحد اخر تيقول لك عطيني قصص من غير اللي دار احمد السفريوي. كاين لو ماروك اللي بغى يعقلها سهله، مي سينون اللي مشهورين وعندكم نيش في لا كوفيرتور ديال القصه هو لو جاردان دي سورتيليج. لو جاردان دي سورتيليج باردون، هنا كاين واحد لو خاص تكون لو جاردان دي سورتيليج اي لا ميزون دو سيرفيتود. بيان نبداو بلي شابيتر. لو شابيتر 1 سي ان شابيتر جوست انتروداكتيف تقديمي، يعني فيه لا بريزونطاسيون ديال لي ليو لي بيرسوناج او كيلكو تري دو كاركتير بعض الصفات ديالهم. بيان اول حاجه في هذا لو شابيتر هذا غيهضرنا لو ناراتور سيدي محمد على لا سوفرونس ديالو، وخصكم تعرفوا ان في القصه عندنا جوج ديال الروات نفس الشخصيه ولكن في زمنين مختلفين. عندنا لو ناراتور ادولت اللي هو الراوي الراشد الكبير، وعندنا لو ناراتور انفون اللي هو سيدي محمد ديال 6 سنين اللي غيبدا لنا القصه في هذاك الاول فاش غيقول لو سوار كون توس دورم لي ريش دون لور شورت كوفرتور لي بوفر بلا 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 موا جو نو دور با جو سون جاما سوليتود جون سون تو لو بوا ما سوليتود نو دات با دياغ. هذاك الباراغراف كامل تقريبا الاولاني وتا شي شويه من وراه سي لو ناغاتور ادولت كي بارل. علاش كيهضرنا تما لو ناغاتور ادولت؟ بغا يعطينا شنو هو سكون ابيل لو ديكلونشور دو ريسي، شنو هو ليليمون العنصر اللي غيدفع سيدي محمد الكبير انه يرجع للطفوله ويعاودنا عليها. هو الوحده، قال لك حكا ملي طاح ملي طاح الظلام كاع الناس نعسوا، هذاك سيدي محمد الكبير ما قادش ينعس حس بالوحده وقال لك هاد الوحده اللي حسيت بها دابا راه ماشي هي اللي غنحس بها اليوم ولا البارح،
راه صافي اعوام واعوام وانا كنحسب هاد الوحده هادي، وغير يرجع لي زوريجين ديالها، الجذور ديالها اللي كانت في الطفوله ديالو فاش كان ان انفون ا لاج دو 6 ans. بيان، فلا سوليتود هي لو ديكلونشور دو ريسي، هي داك الرابط اللي غيربطنا ما بين الحاضر ديال سيدي محمد الكبير واللي غيخليه يمشي للماضي ديالو يعاودنا عليه. وغيهضرنا على لي غيف ديالو كانفون، من بعد غيدوز غيهضرنا على دار الشوافه، هيهضرنا على لي زيتاج ديالها، انها سيت اون ميزون ا دو زيتاج، فيها ريد جوسي بروميي ايتاج دوزيام ايتاج، لي لوكاتير اي لور ميتيي. غنقول لكم لي لوكاتير اورالمون، وانتم خصكم تكونوا خصكم تحفظوهم بيان سور. ففي الريد جوسي ساكنه كنزه الشوافه، داكوغ، وهي لا بروبريتير برينسيبال، هي مولات الدار. في البروميي ايتاج عندنا فيه اون سول فامي، دريس العواد مع مراتو رحمه وبنتهم زينب. والدوزيام ايتاج فيه جوج ديال لي فامي، لا فامي ديال لو ناراتور ديالنا مع لا فامي ديال فاطمه بزويه. لا فامي ديال فاطمه بزويه فيها فاطمه بزويه مع راجلها علال لو جاردينيي، ولا فامي ديال سيدي محمد فيها باه معلم عبد السلام، امه لالا زبيده، وبيان سور ولدهم هو سيدي محمد لو ناراتور ديالنا. اي لور ميتيي عندنا معلم عبد السلام سيت ان تيسرون ثواب، عندنا دريس العواد راجل الرحمه اللي في البروميي ايتاج سيت ان فابريكون دو شارو كيصايب دوك الحارثات اللي كيحرسوا بهم الارض الجرارات، وعلال سيت ان جاردينيي اللي هو راجل فاطمه بزويه. خاصكم تعرفوا ان لا باتاميغ في اهم حاجه واصعب في حاجه فيها هي لي بيرسوناج، فيها كلكو بيرسوناج معاودين من الاسماء ديالهم، كيتعاودوا الاسماء، غنلقاو جوج ديال دريس، ثلاثه ديال خديجه، شي حوايج بحال هكا. فاللي مشى ليه بيرسوناج يمشي ليه حدث، فردوا البال مزيان ان لي بيرسوناج خاصهم يكونوا محفوظين. بيان، غيهضرنا على ريتويال ديال الكنزه لا فايونت، غيقول لك ان كنزه الشوافه في كل شهر كدير واحد الريتويال، واحد الطقوس ديال القناوه. بيان سور تنقولها باش نعاودها، ان التلاميذ الذكيين التلاميذ المزيانين ما خصهمش يتيهوا في التفاصيل، شدوا معايا هذا الشيء بحال هكا. راه اوميم طون دابا كنوقفوا على التفاصيل، ولكن الانسان ما يمشيش لذوك التفاصيل التي لا تقدم ولا تؤخر، الانسان يعرف داك الشيء شويه بالتفاصيل، ولكن اوميم طون يبقى في لو كادر جينيرال. اللي تعرف ان في الشابيتر الاول كانت كنزه كانت هضرنا سيدي محمد على واحد الريتويال، واحد الطقوس كانت كديرهم كنزه ديال القناوه بوان باغ. بيان، وخاص تعرف ان دوك الطقوس ديال القناوه من بين العناصر اللي كينميو المخيله ديال سيدي محمد، باسكو غنشوفوا سيدي محمد انه كيتميز لي كاركتير ديالو، لي تريت كاركتير ديالو، انه سيت ان انفون بروميييرمون سوليتير وحداني، دوزيامون غيفور حلوم، و تخوازيامون سيت ان انفون فراجيل، يعني حساس رهيف، ابسط الاشياء كتاثر فيه. سوليتير شفناها من الاول، غيفور كيفاش هو ان انفون حلوم، عنده اون كروند ايماجيناسيون، عن طريق قلنا اولا هاد الطقوس اللي كدير الشوافه، ثانيا عن طريق عبد الله لي بيسيي و لي زيستوار ايماجينير اللي كيعاودهم. سيدي محمد ما عمرو غيتلاقى مع عبد الله لي بيسيي شخصيا، غير باه كيريح عند عبد الله لي بيسيي، اي بيسيي هي مول الحانوت، كيريح عنده باه، وباه ملي كيرجع للدار كيبقى يعاود لسيدي محمد دوك القصص اللي كيعاود داك عبد الله لي بيسيي. فدوك القصص اللي كيعاود عبد الله لي بيسيي زائد هاد الطقوس اللي كدير الشوافه كينميو المخيله ديال ناغاتور، وكيخليه يعرف ان راه كاين واحد العوالم واحد اخرى خياليه ان سي دو سويت. علاش درت هنا سهم؟ يعني هادي وهادي كينميو كي امباكتيو، عندهم واحد الوقع على الشخصيه ديال سيدي محمد اللي خلاو ان تكون عنده واحد الشخصيه عندها واحد المخيله كبيره. غيقولنا ان لاله زبيده غتقول سيدي محمد، لاله زبيده هي مو الفا دوموندي او ناغاتور دو لا كومباني او بان مور، غيرفض في الاول لانه هو كيجيه لو بان مور بحال لونفير بحال جهنم، ولكن غتقنعو غتقول لي غاتك بيضه مسلوقه وليمون الا مشيتي معايا، وغيمشي معاها وغيدينا اون ديسكريبسيون اكسترن انترن ديال لو بان مور. لو بان مور هو الحمام، عقول على مور راه كتكتب بحال كا ا يو ار او ماشي او ار تي اللي كتعني الموت. غيدينا اون ديسكريبسيون اكسترن انترن، هادشي دابا اللي كنقراو فيه كامل سو سون دي ديسكريبسيون اللي درنا في الشابيتر الاول. ومن بعد غادي لنا ديسكريبسيون ديال لا بواط ا ميرفيل، العلاقه ديالها ما بين الناراتور ولي زوبجي اللي فيها. عقلوا على هادي، لا بواط ا ميرفيل عندها جوج العلاقات مع سيدي محمد. لا بواط ا ميرفيل ككل كعلبه ال بيرمي او ناراتور دو فوير سا سوليتود، كتسمح للناراتور انه يهرب من الوحده ديالو. لي زوبجي دو لا بواط، لي زوبجي اللي كاينين في لا بواط واللي هما دي زوبجي عاديين، دي زوبجي اوردينير، سطايف، غلايا، قسوارات، اي تخربيقه تلقاها تيخفيها تمايا. هادوك لي زوبجي دو لا بواط ا ميرفي سون لي سول زامي دو ناراتور. فردوا البال ملي كنسولكم شنو العلاقه ديال لا بواط مع سيدي محمد، خاصكم تردوا البال واش كيهضروا على لي زوبجي ديال لا بواط او لا بواط كامله في حد ذاتها. لا بواط في حد ذاتها بيرمي او ناراتور دو فوير سا سوليتود، كتخلي من الناراتور يهرب من الوحده ديالو. لي زوبجي دو لا بواط اللي كاينين لداخل سون لي سول زامي دو ناراتور، هما الاصدقاء الوحيدين ديال ناراتور. ليفينمون برينسيبال هنا في لو شابيتر 1، شنو هو الفرق ما بين ايفينمون ودي ديسكريبسيون دي زانفورماسيون؟ ان ليفينمون كتكون عنده دي كوز ودي كونسيكونس، كتكون عنده اسباب ونتيجه. فالحدث الرئيسي في الشابيتر 1 اللي كتسالي به، اللي يسالي به الشابيتر 1، سي لا ديسبوت اونتخ رحمه الى لا زبيده. رحمه اللي ساكنه في بروميي ايطاج مود زينب، غتوقع بيناتها واحد لا ديسبوت ما بيناتهم الى لا زبيده. شنو هي لا كوز ديال لا ديسبوت؟
رحمة a pris le jour de la lessive de Zubida pour faire son linge. بما أن لي لوكاتير السكان ديال دار الشوافة ساكنين كاملين في نفس الدار، اتفقوا أن كل وحدة من العائلات غيكون عندها واحد النهار معين اللي تسبن فيه وتنشر فيه. نورمالمون الاثنين كان مريزيرفي لا زبيدة، وواحد النهار غتنوض رحمة وغتسبن نهار اثنين وغتنشر. دابا نشوفوا إن شاء الله في شابيتر جوج علاش. فلو فيت ملي فاقت لا زبيدة لقات رحمة ناشرة ليها قدام الدار ونشرة في الدار كاملة، ولو داك الاثنين نورمالمون مريزيرفي ليها، خلاها انها توقع بيناتهم واحد الشجار. لا كونسيكونس ديال هذاك الشجار ان لو ناراتور يل فا سيفانوير، لو ناراتور غيسخف في الاخر ديال لو شابيتر هذا. ماتو الا خديت على ناراتور سيتافانوي وسولتكم قلت لكم، وهذا كيطرحوه بزاف في الغيتون هذا السؤال هذا، الا قلت لكم لو فيت ان لو ناراتور سيتافانوي، المساله ديال لو ناراتور انه سخف في الشابيتر، سا تخادوي كيل تخيت كاركتير شي لو ناراتور، هذا يسطر على اي صفه ديال الشخصيه ديال لو ناراتور. تقول لي بيسكو لو ناراتور سيتافانوي، هذا يسطر على لو ناراتور سيدي محمد سي ان انفون فراجيل. قلت لكم في الاول انه سيدي محمد عنده ثلاثه الصفات، بروميييرمون سي ان انفون سوليتير، دوزيامون قلنا سي ان انفون ريفور، او تروازيامون قلنا سي ان انفون فراجيل. فإلا قلت لكم علاش كتسطر لنا هاد اللعيبه ديال ناراتور انها سخف في الاخر شابيتر، سا سولين ولا سا فوالا سا سولين كو ناراتور اي ان انفون فراجيل. بيان، شابيتر جوج شنو هو لو تيم ديالو؟ غيهضرنا على كرويونس لي سوبرستيسيون دو سيغتان فامي. لي سوبرستيسيون هي الشعوذه ودوك الخرافات وداك الشيء. فين غيبان هادشي ديال الخرافات والشعوذه؟ ملي غيقروا انهم يمشيو لذاك الضريح ديال سيدي علي بوغالب. نبدا اول حاجه في الشابيتر جوج، غيهضرنا على لو ماردي. غيبدا غيقول سيدي محمد انه كيكره لو ماردي ماتان. علاش؟ باسكو لو ماردي ماتان اي ريزيرفي على ريسيتاسيون دو كوران، كيعرضوا فيه القران. وداك الصباح ديال الثلاث لو فقيه الى هايبر سيفير مع التلاميذ، قاسي وصارم معاهم لواحد الدرجه كبيره، كلشي كياكل الهرماكه. فسيدي محمد كي ديجا ان اونفون فراجيل، واحد الطفل اللي حساس فريمون تيخاف من نهار الثلاث بواحد الدرجه كبيره. فغادي ديسكريبسيون ديال المسيد، ديسكريبسيون ديال الفقيه وديال القساوه ديال نهار الثلاث. سيدي محمد ملي غيرجع للدار غيلقى الام ديالو مريضه عيانه، طلع عليها فيها الشقيقه، الافي دو لا ميغران. شنو هو السبب ديال الشقيقه ديال لالا زبيده؟ وسيدي محمد ملي غيرجع غتكون طلع عليه الشحوبه على وجهه الصفوريه. السبب ديال لا ميغران ديال لالا زبيده هو الشجار اللي وقع ما بيناتها وما بين لالا رحمه في الشابتر الاول. فهنا غيجي عندنا واحد لو نوفو بيرسوناج غيظهر جديد، اللي هو لالا عائشه، باغمي الشخصيات الاساسيين في القصه، باغمي لي بيرسوناج لي بلو برينسيبو في القصه، لدرجه ان واحد الوقيته غتولي مهمه اكثر من سيدي محمد، كتبان اكثر منه في سيغتان شابيتر. ملي غاتجي لالا عائشه، سيدي محمد غيقول لها انها سيتي اونسيان فوازين امي ديال لالا زبيده ديال مو، واحد الجاره قديمه وصديقه ديالها قديمه. غيدير لها واحد ديسكريبسيون ديفالوريزونت، واحد الوصف شويه كاريكاتورال، انا غيقول لك غليظه طبوزيه عنقها راسها محطوط نيشان على كتافها ما عندهاش العنق، دي تخيكو بحال هكا. غادي لنا ديسكريبسيون ديال لو تراجي لين، الطريق لين، الطريق من دارهم لسيدي علي بوغالب. وغادي لنا ديسكريبسيون ديال لو سانكتوير دو سيدي علي بوغالب. لو سانكتوير هي الضريح، سانكتوير موزولي سي دي سينونيم. ليفينمون قلنا ان ايفينمون هو اللي كتكون عنده اون كوز دي كونسيكونس. فلي ايفينمون هادي سي اون انفورماسيون بلوتو، عندنا الانفورماسيون الجديده في هذا الشابيتر سي لا فيزيت ديال عائشه، غتزورهم لالا عائشه. وشنو هو ليفينمون برينسيبال؟ سي لا فيزيت دو سانكتوير، لا فيزيت ديال الضريح، هنا ضريح، الضريح ديال سيدي علي بوغالب. شنو هي لا كوز ديالو اللي قرروا يمشيو ليه؟ سي لا بالور دو ناراتور، الشحوبه اللي كانت طرا على سيدي محمد، لانه اصلا بات في الشابيتر اللي قبل يلاه كان سخف ومصبح على نهار ثلاث ديال العراضه، فهادشي خلى انا طلع ليه الشحوبه ويمرض. زياده ديال لي مون دو تيت دو لا مير، لي مون دو تيت اللي هما لا ميغرين، الشقيقه. بيان، شكون اللي غيقترح لهم اصلا يمشيو سيدي علي بوغالب؟ هي لالا عائشه. لالا عائشه ملي غتشوف سيدي محمد طلع عليه صفوري ولا زبيده عيانه، غتقول لهم يلاه ونصحكم مشيو سيدي علي بوغالب، هذاك الضريح راه واعر، فين ما كيكون مريض راه كنمشي ليه كنتشافاه، بلا 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 بلا. وهادشي هو اللي كنسميوه لا سوبرستيسيون. لا سوبرستيسيون هي ديك الخرافات وديك الشعوذه، ان الانسان كيتشيق شي حوايج اللي منافيه للعقل ومنافيه للدين. لي كونسيكونس ان ناراتور ملي غيمشي هذاك الضريح ديال سيدي علي بوغالب، هذاك سيدي علي بوغالب فيه المشاش بزاف، هذاك الضريح سيدي محمد غيقمش واحد المشه، لو ناراتور سو في غريفي. وملي غيرجع للدار مع عبد السلام، ملي غيشوف سيدي محمد مريض وعيان، غيقول لالا زبيده ما تصيفطيهش للمدرسه. فالوغ هما قلنا مشاو ثلاث الصباح كانت العراضه، ثلاث العشيه غيمشيو سيدي علي بوغالب. ملي قال لها ما تصيفطيهش الغد ليه المدرسه، يعني الاربع ما غيمشيش، الخميس ديما عندهم خاوي، والجمعه الصباح ديما عندهم خاوي، دونك غتكون عنده دو جوغ ديمي دو روبو. بيان، فهذيك لو دو جوغ ديمي دو روبو غيوصف لنا سيدي محمد، يقول على الاب ديالو كيدوز السيمانه كامله في الخدمه الا الجمعه اللي كيجي يتغدى معاهم.
غيعطينا لا دوزيام انفورماسيون ديال ان التقضيه شكون اللي كيديرها. كيدير واحد السيد سميتو دريس لو تانيو. لو تانيو جايه من تونيا، دريس تونيا، علاش كيقول لي دريس تونيا؟ ان دريس هرب ليه الشعر قرع. وغيقول سيدي محمد ان العائله ديالهم غنيه شيئا ما. علاش؟ باسكو يل بوفي مونجي لا فيون 3 ا 4 فوا بار سيمين. كيقدو ياكلوا اللحم 3 حتى 4 المرات في السيمانه. هادو معلومات غير تقرا عليهم غير في السما ما يدوخوكش. واخر حاجه غيقول سيدي محمد انه كان كيلعب في السطح وهو هابط غيتلاقى مع رحمه. ومالها رحمه؟ رحمه يلا دابزات مع الام ديالو في الشابيت اللي قبل. فقال لك ما عرفش واش نضحك واش نبكي واش نهرب واش نوقف واش نمشي. فقال لك بقيت واقف خليت الاحداث اللي تقرر. فلاله زبيده لا لا رحمه رحمه باردون ما كيقولوش لا لا رحمه غداعبو في الوجه ديالو وغتعطيه ان كابوشون دو فيغ. ان كابوشون بحال الشكل ديال دوك اللعيبات اللي كيكونوا معلقين في التريات ديال الجاج بحال الشكل ديال البيا ولا شي حاجه. سيدي محمد ملي غيشد غيقول لك واه هذه باينه كتنتمي لشي عالم خارق وشي تخربيقه بحال هكا غيبقى يحلمها بوحدو. و غيزيدها في لا بواط ا ميرفاي. دونك هذا هو لو شابيتر 2. شابيتر 3 ما صعيبش بزاف قصير. شابيتر 3 فيه ان سول ايفينمون برينسيبال اللي هو لا ديسباريسيون ديال زينب. زينب بغات توضر بيان. فلا بروميير انفورماسيون اللي عندنا سي لا لومب ا بيترول. بون لي تيم ديجا اللي عندنا عندنا لا جالوزي الغيره. الغيره فين غتبان؟ غتبان في هاد اللعيبه ديال لومب ا بيترول. نشرح هذا بنيت في شابيتر 3 سيدي محمد غيعاود لنا انه كيقرا في المسيد الفقيه هنا عاس كيفيق شي ضرب التلاميذ تيعاود ينعاس. فريمون تيدير لنا واحد الوصف كاريكاتوري للفقيه. ملي غيرجع للدار غيدخل عند مو لاله زبيده حتى واحد الوقيته غتبان لهم لا شومبر ديال فاطمه بزويه جارتهم اللي ساكنه حداهم شاعله بواحد الضو في شكل. لاله زبيده غتشوف فاطمه بزويه، فاطمه بزويه مشكشعله على بزاف ديال الشماع ياك معرسه اليوم. شنو لامبا لامبا هاني جايه هاني جايه. فغتدخل غتلقى لاله زبيده انه جارتها فاطمه بزويه شرات اون لومبا بيترول. هذاك هو العصر في لي زاني 1950 يلاه بدات كدار هذاك الشيء ديال اللامبا ديال الفتيله وهادي. فلاله زبيده ملي غتشوف فاطمه بزويه شرات لا لومبا بيترول غتشد الغيره. فالوغ لا جالوزي شنو العلاقه ديال لا جالوزي لو تيم ديال لا جالوزي بهذا الشابيتر؟ هي هاد اللعيبه ديال لومبا بيترول غتشد الغيره وغتقول للمعلم عبد السلام يشري ليها اون لومبا بيترول وغيشريها ليها بيان سور. ليكسبرسيون دو مالور تعبير عن المصيبه وعن الالم وعن الحزن غنشوفوا في لا ديسباريسيون دو زينب. فهاد الشابيتر صافي ولا زبيده فرحانه بلا لومبلي شرا ليها ملعب عبد السلام. واذا واذا برحمه غتدخل للدار كتصرفق في راسها وكتبكي ويلي وحدي مشات لي انا متعوسه انا مصيبه انا هادي هادي هادي. غيهبطوا عندها كيجري وغتهبط عندها لاله زبيده كتجري مالك اختي شنو وقع لك ما تبكيش راه كتقطعي لنا في قلبنا. فغنعرفوا ان لا ديسباريسيون دو زينب سيتي اون اوكازيون بور لا ريكونسيلياسيون الصلح ما بين لاله زبيده ورحمه. الصلح ما بين لاله زبيده ورحمه شنو هو السبب ديالو؟ هو فاش غتوضر زينب. كيفاش توضرات زينب؟ رحمه كانت غادا تحضر لواحد الباتيم واحد السبوع ديال اختها، اختها سميتها خديجه. هي غتلقاو خديجه على الجد. هادو دي ديتاي ما تعقلش عليهم. كيفاش توضرات زينب وهادي اللي تعقل ان كيفاش توضرات زينب؟ زينب فين توضرات؟ توضرات لها في السوق. صافي ما تفوتش هاد اللعيبه هادي. ما لا حكا كانت غادا السبوع كانت غادا هادي لا ما تدخلش لهاد ديتاي هادو. ان شاء الله ما عندكش في الريجيونال. بيان. تدرات لها زينب في السوق صافي رحمه غترجع للدار وهي كتبكي وهذه غتقرر لاله زبيده وفاطمه بزويه يمشيو يقلبوا على زينب. بغي يلقاوها في واحد الملجا ديال العيالات وديال البنات اللي ما عندهمش فين ينعسوا فين يباتوا كتسمى لا ميزون دي زيدريسيد دار قيطون لا ميزون دي زيدريسيد. ملي غيلقاو زينب لي غوتروفاي دو زينب لاله زبيده رحمه باش تشكر الله عز وجل غتقرر انها دير واحد الصدقه. ال فا اورغانيزي واحد لو روبا pour les mendiants aveugles طلاب العميين. علاش؟ شنو هو قلنا الهدف؟ باش تشكر الله عز وجل اللي رجع لها البنت ديالها. بيان الوغ جو غيلي من الاول عندنا اول حاجه في الشابيتر 3 غيهضرنا على لومبا بيترول. من بعد غيجي عندنا الحدث ديال ديسباريسيون دو زينب شنو هو لا كوز ديالو سي لو باتيم السبوع. وانت بيان سور ملي نقول السبوع غتعرف الحيتيات حق رحمه غادا عند اختها زينب غتوضر في السوق. غيلقاو زينب في دار قيطون لاله زبيده غات اورغانيزي واحد لافيت واحد لو روبا واحد الصدقه. علاش؟ باش تشكر الله عز وجل. وكومون elle va inviter des mendiants aveugles. Les mendiants هما طلاب السعايا وافوغل هما الناس العميين. فهادشي اللي عندنا في هاد لو شابيتر 3 لا اقل ولا اكثر. بيان لا باتا ميرفي كتدي الوقت في الشرح. جو بونس ان شابيتر 4 ونوقف. شابيتر 4 كيهضرنا على كونفيونس على الثقه. لان شابيتر 4 شنو هو ليفينمون برينسيبال فيه؟ هو لي بروبليم ما بين مولاي العربي وداك الشريك ديالو عبد القادر. فهادوك علاش كيسترو لنا على داك لو تيم ديال الكونفيونس ديال ان الثقه ما كايناش. بيان فلا ديسكريبسيون اللي هنا في هذا الشابيتر هذا اول حاجه خاصها في هذا الشابيتر هذا سي لو ديبي ديال لو برينتون. قال سيدي محمد مع بدايه فصل الربيع قررت لاله زبيده وسيدي محمد انهم يمشيو يزوروا لاله عائشه. فغيمشيو يزوروا لاله عائشه غيقول سيدي محمد ان هذيك لا فيزيت شي لاله عائشه كانت واحد الفرصه سيدي محمد باش يلعب مع الدراري ديال الجيران غيلعبوا اللعبه ديال العروسه.
وكانت فرصه للا زبيده ولا عائشه باش يبابوطيو باش يبقاو يهضروا ويديو يجيبوا في الهضره بيان. خلاف هذيك الهضره اللي غيديو وغيجيبوا فيها للا زبيده ولا عائشه، غيوقفوا اولا للا زبيده غتوصف لينا لي فوازين رحمه وفاطمه بزويه، غدير لهم اون ديسكريبسيون فالوريزونت، ولكن غتوصف لي ماغي ديالهم بواحد الطريقه سلبيه بواحد الطريقه كاريكاتوريه. نقرا هادشي بالترتيب صراحه باش ما ندوخش وما ندوخكمش. دونك لي زيفينمون اللي عندهم لي زانفورماسيون، اول حاجه انا لا فيزيت دو لا فامي دو ناراتور شلال عائشه، ماشي لا فامي دو ناراتور كامله، جوست لالا زبيده مع سيدي محمد غيزوروا لالا عائشه. هذيك الزياره غتكون اون اوكازيون بور لي جو دي زونفون، غيلعبوا واحد اللعبه ديال الدار، وغي لي ديسكريبسيون اللي غيدير لنا اولا باردون غيدير لنا ديسكريبسيون ديال الدار ديال لالا عائشه. انا لالا عائشه عندها واحد الدار فريمون موديست متواضعه، ولكن فيها لو كونفور، كتحس فيها بالرفاهيه وبالراحه. غيدرنا على اللعبه ديال لو مارياج اللي غيلعبوا اللي غتسالي بون ديسبوت بيان سور، ملي غيلعبوا ديك اللعبه العروسه في الاخر غيطايفوا بيناتهم. ليفينمون برينسيبال اللي قلنا نو غنمشي بالترتيب، من بعد غدير لنا زبيده، غيوقفنا على لا ديسكريبسيون اللي غدير لنا زبيده لي فوازين، فرحمه وفاطمه بزويه غدير لهم ديسكريبسيون فالوريزونت، الرجال ديالهم غدير لهم ديسكريبسيون بيجوراتيف. بيان، من بعد غيدخل مولاي العربي راجل للعيشه، ملي غيدخل غيقول لها عائشه تجي عنده يهضر وياها، ملي غتسالي الهضره غترجع لها عائشه كتبكي، مالك شنو وقع هذه، ما غنعرفوش شنو غيوقع في ديك اللحظه. حتى الغد ليه لاله زبيده غتعاود مع عبد السلام المشاكل ديال لاله عائشه. لاله عائشه راجلها مولاي العربي عنده واحد السيد سميتو عبد القادر، هذاك عبد القادر كان في الاول نكره لا احد، جا مولاي العربي تهلا فيه وخدمو عنده وكان كاع عطاه الفلوس باش يتزوج وهذه. المشكل انه في الاخر عبد القادر هذا غينصب على مولاي العربي، هذاك النصب على مولاي العربي غيكون على مستويان يعني. Premièrement, il va nier tous les dettes de Moulay Larbi, rien encore jamais, de nous dire Moulay Larbi. Et deuxièmement, il va prétendre qu'il a versé la moitié du capital pour l'affaire de Moulay Larbi. Moulay Larbi, c'est un babouchi qui vient les babouches, qui vient les chrables, qui vient les blagues. Donc, il va dire qu'il a mis le nom de la moitié du capital pour l'affaire de Moulay Larbi. Le problème est qu'il a fait une question cadaïque, il a fait une question de la bâche ou de la chrabe, il a fait une question de la bâche. Ce qui va causer la ruine totale de Moulay Larbi. Bien. فدونك عندنا في هذا الشابيتر هذا ليفينمون برينسيبال سي لاغناك دو مولاي العربي باغ عبد القادر، نصب على مولاي العربي من طرف عبد القادر. وفي الاخر ديال الشابيتر سيدي محمد غيدير لنا ان غيسي اون شاسي. غيسي اون شاسي هي غيسي وسط غيسي. شكون اللي كيعاود لنا القصه ديال لاباطا ميرفاي؟ سيدي محمد. ملي كتجي شي شخصيه واحده اخرى من غير سيدي محمد كتعاود لنا شي قصه معينه صغيره، هذيك القصه الصغيره كيتسمى ان غيسي اون شاسي. بيان. ففي الاخر معلم عبد السلام غيعاود لسيدي محمد انه معلم عبد السلام باغي يعاود ليه هذاك الشخصيه ديال عبد الله لي بيسي اللي ماشي شي حاجه مهمه، ما خصش تعقل عليها، ما غتحطش لك في الريجيونال سي سيغ 100%. نتمنى انه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، الا ما استفدتوش من هذا الفيديو هذا قولوها ليا عوض ما نخدم بهاد اللعيبات هادو اللي فيهم غير رؤوس الاقلام، نخدم لكم بدي ريزومي بحال الشكل ديال اونتيغون. المهم تتفرجوا في الفيديو ان شاء الله وقولوا لي شنو هي ردود الافعال ديالكم، واش استفدتوا، واش هادي لا بغيت ان شاء الله نخدم معكم بلي ريزومي الاخرين، نخدم معكم بلي ريزومي. دونك سيغ سو جو في امان الله، ما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم، ما تنساوش سورتو انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الناس كما قلت لكم اللي ما عندهمش اكسيل لانفورماسيون، والله يسر لكم الامور، الله يوفقكم في الامتحان الجهوي. السلام عليكم.